آه يا زمن، آه يا زمن، آه يا زمن. 7 رمضان النهاردة، 7 رمضان. لا حول ولا قوة إلا بالله. 7 أيام عدوا وأنا كان نفسي أخشها، بس ملهاش طعم في رمضان يا اخوانا، بيبقى ليها طعم طول السنة إلا في رمضان. حتى الحاجة اللي هي بتجيبها بتبقى قديمة، ده غير إنها أصلا ممكن ما تشتغلش في رمضان، وأنا أحوش نفسي عنها إزاي؟ أحوش نفسي عنها إزاي؟ ده أنا باخد الولية مراتي ونروح نشوف، لأن أنا ومراتي بنحبها، بس العيال، العيال لسه صغيرين مش فاهمين، وطالما العيال مش فاهمين ولا أمهم فاهمة، يبقى أنا من حقي إني أروح أشوفها، بس مش قادر وأنا في رمضان، أنا مش قادر لأنها ممكن ما تقابلناش. لكن أول ما العيد الصغير يهل لازم هنروح، ومش أنا بس، ده كلنا نروح مع بعض، عشان هتبقى في حاجات جديدة وبنشوفها لأول مرة، وأنا لو ما شفتش الحاجة طازة وطالعة قدامي بتلعلط كده، أنا بصراحة مقتنعش بيها، ومستناش على حاجة أشوفها في التلفزيون ولا على الدش ولا على دي في دي. لا، أنا أروح بنفسي وأقعد في الضلمة عشان خاطر عيونها، عشان خاطر عيونها بنت لذينة. يا نهار اسود، يا نهار اسود، خبر اسود على الجمال، خبر اسود على الجمال. ايه ده، ايه ده، الواحد هي عطشان، الواحد عطشان عايز يتفرج، الواحد عطشان عايز يتفرج ويشوف ايه اللي جاي واللي بعد اللي جاي واللي بعد 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 منه. بس هو في حاجة واحدة بتضايقني، وانا خارج عينيا بتتعبني من الضلمة الكتيرة اللي كانت جوه. اكيد انت عرفت مين اللي انا بتكلم عنه. سلام عليكم.